مرات الحاسمة تزين المنافسات الإنجليزية سواء كان بطولة الدوري أو مختلف المسابقات. هنا دي بروين والعرضية والفرصة تأتي. الله جول هولندا فريق ليفربول. عودة بعد ذلك إلى الطرف الأيمن على طريق ماتيب والتمريرة ممتازة. مينر فرصة تأتي. جول عودة باتجاه رودري. يرسل كرة طويلة ممتازة في اليمين خطيرة. هنا تأتي. يا الله إثارة قمة مستمرة بانطلاقة. هنا تأتي للريت سريعة من داروين نونيز. الله فريق مانشستر سيتي تنفذ سريعة. بالمر يلعب كرة إلى كيفن دي بروين والعرضية ترسل والراسية تأتي. الهولندي يفعلها بعد صناعة جاره البلجيكي في كرة بلجيكية هولندية تعطي كتيبة السيتي التقدم من جديد. عرضية كيفن دي بروين بل هدية كيفن دي بروين من جديد. أتى هنا ليقدم هدايا وهنا واحدة من هذه الهدايا من جانب كيفن دي بروين. أرسل كرة عرضية. نعم هي هدية الجاري لجاره من البلجيكي للهولندي. خذها وسجل مثلما سجلت في بعض المرات. بعد ذلك شاهدنا هنا هذا الارتقاء وهذه الراسية وهذه الكرة التي يسجل من خلالها نيثناكي هدف التقدم لمصلحة فريق مانشستر سيتي. في الشوط الأول رفض كرة الحارس كيلر بينما في الشوط الثاني نيثن قال لا هذه مختلفة هذه لصنع سعادة هذه لرسم